فمي تعجب هي صبخة شنية هنا كان الناموس ريحة في الليل ما فيها حد شيء معناه كان في الشتاء غارقين بالماء نهج معبي بالماء كان في الصيف الناموس والوسخ والذبان نصرفوا في مواد تنظيف برشا ومتعبتنا برشا بالحكاية بالكدي بالكدي ريت حتى في الفروحات نتاعنا واحد قد الكرسي قد الناموس ديما نتخيل انه ما كانش عندنا صبخه شنو ينجم يكون معناها كان كي نقول سيدي حسين يقولوا لي الصبخه نفرح ما مش حاجه العكس انه ما نفرحش معناها نفرح خاطر فما حاجه تمتاز بها المنطقه على برشا بلايص الصبخه بالنسبه لي انا في صغري كانت حاجه غريبه برشا قريبه لدرجه ما تتصورهاش كيفاش معناها فهمت منين تخرج من الدار منين تطلع للسطح منين تمشي ديما مقابلتنا الصبخة أما نستغرب علاش تحس فما حيط وهمي بيناتنا بيناتنا ولاد حومتي والناس اللي يسكنوا من جهة هادي على الصبخة معناها تتعدى كي تخرج على الكياس وتشوف الصبخة اللي فلامون روز يبدو يدوروا معناها وأشكال وأنواع متاع حيوانات نتفرج في التلفاز حتى العائلات كيفاش يقولوا يا محليهم البلايس هذم في أوروبا وفي بلايس أخرى وبلايس مزيانة لهنا سيرتو كانت معناها مقابل استاسيون بتاع الكارم تاعنا وراها معناها كانت أرض زراعية وشجر وخضار ومن بعده طول الصبخة معناها دونك فيو معناها ماهيش عادية وما تمشيش الناس غاديكا بالنسبة لنا كانت زادة الصبخة سبب متاع قلقة كهو معناها في السيف أنواع الروايح الكل الأنواع متاع الناموس المشكلة متاعنا رقم واحد في سيدي حسين هي معروفة بمشروع التهيئة والتثمين لصبخة السيجومي هذا المشروع نتابع فيه منذ عقود لم يرى النور إلا على مستوى الدراسات وكانت هذه الانطلاقة يعني في أول فيفري 2016 حيث تكلف مكتب دراسات بإنجاز هذا هذه الدراسات وانجر عنها يعني دراسة تقنية ودراسة اجتماعية ودراسة اقتصادية لقينا احنا نجمو نخلق منها مشروع يعني بيئي سياحي له صبغة اقتصادية وانعكاس إيجابي جدا على الحياة يعني داخل الجهة وبالتالي يكون عنده انعكاس إيجابي جدا زادا على الحياة الاجتماعية اليومية احنا في صبخة السيجومي صبخة السيجومي هي عندها خصوصية اللي ماهيش في كل المناطق الرطبة ماهيش في كل السباخي متاع تونس ولا متاع شمال إفريقيا ولا حتى في العالم اللي هي منطقة رطبة في قلب العاصمة اللي هي من المفروض تكون معناتها تكون أكثر حماية لأنه اللي فيها مخزون طبيعي لو كان مش نتحدثوا على المخزون الطبيعي وإذا نشوفوا على من ناحية الاقتصادية الأراضي الفلاحية والأراضي معناتها الزراعية اللي دايرة بصبخة السيجومي تاريخياً صبخة السيجومي أعز الأراضي وأخصب الأراضي الفلاحية على السيجومي كان البيت باش يهدي حاجة الموظف من الموظفين متاعو يهدي له أرض على السيجومي عندها دور كبير في امتصاص مياه الأمطار عندها دور كبير معناها في تصفية الهواء وكل شيء من الحاجات اللي يتلوثوا بخلاف معناها كما قلت دورها كمنظومة إيكولوجية بالمعنى الحيوانات والنباتات الموجودة فيها معناها عدد هام جدا من الحيوانات موجودين لهنا من التنوع البيولوجي وصلنا معناها حوالي 500 صنف من الحيوانات الموجودة بالنسبة للنباتات وصلنا لحد لهنا وقلت اللي هو بخيليمينير يعني مبدئي مازال الرابور هذايا وصلنا حكاية معناها حوالي 80 نوع من النباتات الموجودة اللي عندها معناها قيمة كبيرة النباتات هذايا وفيها حتى معناها نباتات نادرة كل
كل عام نجي نلقى صابة مزيانة، نلقى التربة مزيانة اللي هي التربة هذه تزرع الزعفران، وتو يفهموني رجال الكبار ونساء الكبار يفهموا واش معناتها التربة نبت الزعفران. على الأقل احنا اللي نعرفوه معناتها ما يقارب 45 هكتار من الزيتون، غير الزيتون كونها هي أرض زادة خصبة وتنتج حتى الخضار وتنتج حتى العلف للحيوانات. الخطر الأول والأهم هو التلوث، معناه التلوث معناها كارثة كبيرة على الصبخة، اللي هو وصلنا معناها لقينا 49 نقطة سوداء اللي هي مصبات عشوائية دايرة بالصبخة. في العقلية متاع المواطن الصبخة مصب، مادام مسموح انه تتصب فيها الفضلات وما فماش قوانين تمنع وإلا خطية كي تصب انت معناها فضلات في الصبخه، دونك حتى في العقليه معناها نتاع المجتمع باش يوليو يراوها مصب نتاع فضلات. التهديد الثاني هو معناها الردم المبرمج للصبخه، واللي هو باش يشمل 700 هكتار كاملين، يعني باش ينقصوا من المساحه نتاع الصبخه. احنا معناها نتسائلوا كجمعيه وكمجتمع مدني 700 هذوما علاش معناها باش ينقصوا، وشنية باش يكون الدور نتاعهم عليه، شنو باش يصلحوا من بعد؟ برشا عينين موجودة على الصبخة، صبخة تمتد على شريط كامل من منطقة سيجومي إلى بعض المناطق في بن عروس كيما ابن سينا وكيما المروج. الموقع الجغرافي نتاعها يخليها تكون معناها بوان سيبل لبرشا رؤوس أموال. التهديد الثالث اللي هو كما قلت انا قلت الوعي، سواء معناها من العباد اللي موجودين وسواء معناها من سياسات الدوله. احنا نشوفوا حسب الحكومات المتعاقبه، معناها كل ما تجي حكومه تبرمج مشروع في الصبخه هذه، معناها نراو اللي فما زياره تجي واللي برمجوا، فما مشاريع تبرمجت بيئيه في فتره ما، معناها قالوا لي باش نهيئوها وباش تولي معناها حاجه بيئيه، فما مشاريع من بعد برمجت سكنيه. كل ما تجي معناها حكومه، كل ما تجي حاجه اخرى بلان اخر للصبخه، ولحد الان معناها ما نعرفوش شنو السياسه معناها نتاع الجيستيون نتاع الصبخه هذه. ستكون بحيره مغلقه فيها مستويات مختلفه من حيث العمق ومحيث المياه، حتى تسمح للنوعيات المائية البيولوجية معناتها بالوجود متاعها ونشاطها الحيوي، وتسمح كذلك لأنواع من الحوت فهمتي بالعيش في البيئة هذيك، والطيور وحتى المراكب. وطبعا إذا كان احنا أسحبنا معناتها البيئة الملوثة من تحت حتى الناموس أبسط ما نذكر، يعني سوف نتحصل على بيئة جميلة ونقية وصحية. احنا نعتقد باش يكون هذا يحرك الدورة الاقتصادية متاع الجهة، يعني قد تصبح صبخة سيجومي مشروع كما هو صور لها، يعني مشروع ممتاز جدا خاصة إذا توفرت الإمكانيات المادية التي سيأتي بها هذا المستثمر، وتصبح مشروع ربما يكون قابل الاستغلال كمن طرف فئة معينة، وتصبح متساكنين المنطقة وخاصة واللي هم يمثلوا تقريبا 4/5 من المتساكنين من منطقة سيدي حسين سيجومي اللي هي معروفة بالثقل الديموغرافي نتاعها 200,000 ساكن. هالناس هذيا اللي عانات الانعكاس السلبي الغير الصحي منذ عقود تقريبا 60 ولا 70 سنة، المنطقة بدأت تعمر والمتساكنين هذوما هما اللي عاناوا، ثم يأتي المستثمر ليجعل من صبخة سيجومي في مشروعها التهيئة والتثمين تصبح جنة، وهذه الجنة نخشى أن تكون حكراً على فئة معينة تأتي لتتفسح وتقطف الثمرة دون أن تنعكس على المتساكن الذي عانى الأمرين منذ عقود. إيه
أنا اليوم نقول ونخاطب سواء كان الناس اللي هي عندها مشاريع أخرى غير مشروع كونها تثمن الفلاحة اللي فيها وتثمن المخزون الطبيعي اللي فيها وتثمن الطيور المهاجرة اللي فيها وتثمن الدور الإيكولوجي اللي فيها. مشروعك يلدراش مش ينفع، يمكن ياسر مجموعة من الناس باش تستنفع المدة معينة وتمشي على روحها، لكن إذا نخموا في الأجيال المستقبل شو نقولوا؟ نقولوا يلدرا باش ياكلوا ياجور وسيمان. نراها محمية ديما محمية هاكا، تمس برشا حاجات، تمس إنه نحافظوا على الجانب البيئي والطيور، ومنها نمسوا الجانب الترفيهي والسياحي ونقويوا السياحة الداخلية أو الخارجية، تمس الجانب الاقتصادي وتمس الجانب معناها الاجتماعي، انه تنجم تخدم وتشغل برشا مواطن شغل، تخلق مواطن شغل. دونك عندها برشا، تمس برشا جوانب وتخلي زيادة برشا عينين تولي اكثر على معناها تولي عنا بيان سور محمية، تولي معناها الناس كي تجي للمحمية تولي تشلق برشا مناطق اخرين، الناس تولي تحل اكثر مشاريع دي بروجي وتملى البلاصة وتولي محلاها.